بس هالشباب الالغام المطروحه اطرافها واجريها، بس انه بدنا فرق هندسه يشيلوا لنا هاي الالغام. عالم في امانه مسترجع تفوت على اراضيها، يعني منخاف مثلا ينفجر لغم. امبارح انفجر لغم بشب هون عسكري على النهر، الالغام صارت بنصف الاراضي وجرفيت المي معها كمان، وصار هالفيضان هذا هون. بجوز في كمان سماكه ترفق منه، وبجوز الالغام الساده تحت، بس تجي تكشف فروق الهندسه لسه ما اجوا لحد هلا لعنا. اهم من الزراعه واهم من كل شيء، بس هالشباب الالغام المطروحه اطرافها واجريها من الالغام، بس انه بدنا فرق هندسه يشيلوا لنا هاي الالغام. بس هي الالغام من الحدود اللبناني هاي؟ لا، الالغام حطيتها الدوله لحمايه الساتر، بعدين لما فلس الساتر فاتت هي الالغام واراضينا. مصرف نحن كل سنه هذا بنعاني فيه، نحن وجيراننا تحت على النهر، وكل سنه بتجي لجنه وبيطلعوا بيفحصوا نفس وبيصوروا هون، ما حدا بيرد علينا. تعويض نحن اول شيء يعني رقم ما بيجيب لفه نايلو، لفتين نايلو. انا عندي مثلا 25 بيت بلاستيك، عاطيني 13 مليون عليهم، ما بيجيبوا لفتين نايلو. احنا بدنا نلاقوا لنا حل للمشاكل اللي عندنا. قدمنا وكل سنه بنقدم وكل سنه بنقدم، والري ما بيروح غير باي مات. وقت اللي بيجي شيء مسؤول بيروح بيصير يشتغل، ولا بنلاقي نتائج خالص. انا ارضي مجروفه، يعني ارضي غير صالحه للزراعه. انا ارضي هلا بدها تركسات وبدها بلدوزرات حتى يزبطوها، لانه المي جرفتها. والتعويض شو تعويض؟ قدم على التعويض ونحن ما طلع لنا تعويض. ليه؟ مدير الوحدة الإرشادية عندنا بالقرية هو المسؤول عن التعويض هذا. في أسماء مسجلة وقبضت بالملايين، في أسماء شهدت ومن عنده على كيفه.